لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على أزمة التعليم متمثلة في أحد أضلاع التعليم، الأبنية المدرسية، مدارس متخالكة في العراق رغم ميزانيات مليارية. نناقش ذلك مع الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل عبر سكايب. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بك. يعني مدارس متخالكة، مدارس طينية، مدخلات تعليمية متهالكة، أهداف تعليمية بالتالي رديئة، يعني هل من المعقول أنه ضمن الموازنات المليارية لم تحسب الحكومات ما بعد الاحتلال ولم تضع أي خطة للتعليم، للعملية التعليمية، للواقع التعليمي؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. بات واضحا أن عملية تدمير التعليم هي عملية ممنهجة بطريقة واضحة تماما، تعتمدها كل الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي، وبالتالي هدف هذه الأحزاب الذين هم حقيقة امتهنوا تزوير شهاداتهم هو الانتقام من تعليم العراق، لأن هؤلاء حقيقة لا يمتلكون مقومات العلم، لذلك هم ليسوا في طريقة عدم وجود أموال لبناء المدارس في العراق، إنما كان هناك كمنهجا يعني مدعوما أيضا دوليا سواء من سلطة الاحتلال الأمريكي أو من النظام الإيراني الذي أيضا يريد تدمير البنية التحتية في العراق بجميع مستوياتها وفي مقدمة التعليم، لأنه إذا أردت أن تقود شعبا عليك بتجهيله، وهذه سياسة المحتل، ولذلك إيران وعت هذه القضية. فإذا ما نظرنا أن فساد أغلب بناء المدارس كانت لشركات إيرانية والتي لم يتم بناء منها أي شيء، وهنا أذكر حقيقة بالمدارس التي تسمى بالمدارس الحديدية التي يعني جعلت لإيران بمئات المدارس أحيلت لديها بطريقة مباشرة أبان حكومة المالكي، لكن إلى هذه اللحظة لم ينفذ منها أي شيء، وبالتالي ما حدث هي جريمة متعمدة ضد التعليم، وليس القضية تتعلق بالمال أو بعدم تخصيص أموال لبناء المدارس أو للنهضة التعليمية في العراق، إنما هي القضية متقصدة انتهجتها هذه الحكومات المتعاقبة وأحزابها الفاشلة الذين كان لهم دورا في تخريب التعليم بطريقة متعمدة في العراق. ترى ما هي الأهداف الخفية التي تقف وراء وضع هذه المنهجية لتدمير التعليم؟ أولا، العراق معلوم تماما كان يضج بالعلماء، وبالتالي كانت جامعاته تقصد من جميع دول العالم من أجل الوصول إلى جامعات العراق لنيل شهادة بغداد، لكن هؤلاء بالتالي عندما يتم احتلال أي بلد فإن مقومات نهوض الشعوب يتم سحقها، وأول هذه المقومات هو مقومات التعليم، لأن المتعلمين ونشر العلم في أي شعب يقتضي أن يكون هناك عملا حقيقيا يصاحبه في عملية استعادة بلده أو المساهمة في نهوضه. لذلك هناك أهداف كثيرة برغبة خارجية وبتنفيذ داخلي لتجهيل الشعب العراقي، حتى لا يمكن لهذا الشعب أن يعود مرة ثانية للنهضة أو تعود قدرته على تعمير ما تم تدميره في زمن الاحتلال، لأنه الاحتلالات بالتأكيد في نهاية المطاف ستزول، وبالتالي ستبقى الشعوب هي التي تملك هذه الأوطان، هي موجودة مهما حصل التدمير أو القتل الممنهج فيها. والقضية الثانية أن إيران تريد تجنيد أكبر عدد من شعوب هذه المنطقة لغايات تنفيذ إرادتها ومشروعها الخارجي عبر تكوين الميليشيات. بالتالي إذا أردت أن تقيس من الذين ينتمون إلى الميليشيات، الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والذين يعني تركوا مدارسهم وهم بلا أمل في هذه الحياة، وبالتالي يجري تجنيدهم. لذلك حقيقة أيضا هذه يعني قضية ثنائية للنظام الإيراني في عملية التجهيل، فضلا عن الأهداف الأخرى الذي حقيقة هي من مقومات كما معلوم تدمير أي شعب هو فقدان التعليم. لذلك اليوم يشهد في العراق يعني تدمير ممنهج التعليم، يعني لأول مرة
في تاريخ العراق يشهد هكذا أعداد كبيرة من الأميين بالملايين نتكلم. يعني نعم كانت هناك في الفترات السابقة في بداية سنة 20 احتلال بريطاني كان هناك أيضا أمية، لكن لا تقدر في تاريخ العراق مثل ما تقدر في 18 عاما الماضية الذي انتهجها الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق من تدمير متعمد نفذتها أحزاب السلطة الحالية للتعليم في العراق. نتكلم عن تفشي كبير، يعني حتى عملية الجامعات العراقية التي هي مبنية وفيها طلاب وفيها منهج مقرر خرجت من دائرة الجودة على مستوى العالم. هذا كله حقيقة ليس محض صدفة، إنما هو عمل مخطط له ومدروس من أجل أن يفقد الشاب العراقي الذي نال شهادة البكالوريوس أي قيمة لشهادته من الجامعات العراقية خارجيا وداخليا. كما معلوم تماما ترون المظاهرات وترون عملية الاستهداف للطبقة الخريجين أو لحملة الشهادات داخل العراق بطريقة واضحة تماما. يتم تعيين الأميين والجهال في مؤسسات الدولة، وبالتالي لا يتم تعيين حملة الشهادات العليا أو خريجي الجامعات داخل مؤسسات الدولة، فبالتالي يفقد الشاب العراقي أي قيمة لهذه الشهادات، فهو خارج العراق غير معترف بها بطريقة رصينة، وداخل العراق محارب من قبل السلطات، وبالتالي هذا يدفع أيضا لتسرب الأعداد الكبيرة من الجامعات أو من المدارس العراقية الثانوية لأنه لا أمل في التعليم في العراق. هذا كله حقيقة يقتضي إلى تجهيل الشعب العراقي للوصول إلى سحقه وعدم النهوض بعد انتهاء الاحتلال أو فترة الاحتلال هذه. يعني ذكرت الكثير من النقاط المهمة أستاذ عبد القادر النايل. يعني بداية الاحتلال شهدت قتل العلماء والأساتذة الجامعيين والنخب المجتمعية وقتلهم وتهجيرهم. يعني النخب النوعية في العراق يعني تم البدء بها، ثم انتقل الموضوع إلى مرحلة الفساد، يعني ملفات الفساد من ضمنها شراء الشهادات، ومن ضمنها أيضا يعني عملية التفقير والتجهيل. يعني كلما كان الشعب فقيرا كلما سهلت يعني تحقيق مآرب إرادات دولية بحسب ما يرى مراقبون. هل هذا يعني أنهم وصلوا فعلا إلى هذه النقطة عن طريق عملية التفقير والتجهيل؟ وكما تعلم أن يعني التعليم هو المقود للتنمية الاقتصادية. من المعلوم هم يسعون لذلك ووصلوا للأسف الشديد إلى مراحل متقدمة داخل العراق، لذلك نرى أن أيضا هناك إصرار يقابل من الشعب العراقي من خلال الشباب الذين نراهم في الجامعات في دول الجوار يذهبون لنيل شهاداتهم بعد حقيقة أنه تضغط الحكومة على عدم منحهم مقاعد جامعية داخل الجامعات، وبالتالي أيضا هناك أسباب موضوعية من خلال حرمان المعدلات العالية على أطر طائفية أيضا في نيل مقاعد للكليات العلمية. لذلك الشعب يكافح هذه القضية وهو يعي خطورة ما يجري، لكن بالتأكيد هم يسعون إلى هذا التجهيل المتعمد من أجل إنهاء الشعب العراقي أو مقومات نهوضه بالكامل، وبالتالي يسهل قيادته، لأن القضية تتعلق في هل يستطيع هؤلاء أن يقودون المجتمع، وأقصد هنا إذا تفشت الجاهلية أو الجهل بطريقة واضحة بالتأكيد لن يستطيعوا قيادة هذا المجتمع، وبالتالي سيكونون هم عرضة لقيادة مشاريع خبيثة، لأن الجهل حقيقة ينوم عن يعني عجينة طرية يمكن صنعها أو صناعتها كما يريد صانعها، وبالتالي هذا ما تريده الدول الخارجية وفي مقدمتهم إيران. أخيرا أستاذ عبد القادر، يعني كما هو معلوم الجامعة تقوم بتهيئة الطلبة من أجل الدخول في سوق العمل، سوق العمل غير موجود في العراق، القطاعات كلها محطمة هنا، هل هذا يضغط بالتالي ويزيد من الضغوط على الحكومة؟ كما تعلم أن في عام 2019 انبثقت ثورة تشرين، هل تتوقع من خلال زيادة الضغط من أجل الطلب على فرص العمل ولا توجد هذه الفرص، هل تسبب المزيد من الضغط على الحكومة؟ يعني من المؤكد أن الشعب العراقي وصل إلى مرحلة اليأس، أن هناك لهذه الحكومة أي دور يمكن
أنه يساهم في تخفيف حدة ما يجري من الفقر للشعب العراقي، ولا سيما حملة الشهادات، لأنها هي تغلق متعمدة مصانع وتغلق شركات علمية وشركات بحثية في العراق، منها شركات الزراعة وغيرها. وبالتالي من المؤكد تماما هذا سيكون دافع كثير وكبير تماما لخروج يعني تظاهرات جديدة ولانفجار الوضع بالعراق من أجل محاسبة هذه الحكومة، لأنها تتعمد إقصاء هذه الطبقة التي تتخرج من الجامعات. ونرى يعني لا يوجد في دول العالم أن حملة الشهادات والذين يتخرجون من الجامعات بلا عمل، مثل العراق فيه كثير من الأبواب المشرعة والمفتوحة لكنها مؤصدة حكوميا وبطريقة متعمدة كبيرا. يعني هناك يعني إقصاء كبير تماما، وبالتالي نقول أنه في كل دول العالم أيضا يتم تهيئة أجيال لقيادة المراحل التعليمية والعلمية، في سواء على مستوى التدريس في الجامعات وغيرها. هذا كله غير موجود في العراق ولا يجري تأهيله، لذلك هم يتعمدون، وهذا حقيقة ما سيجعل انفجار الوضع في العراق قريبا بالتأكيد. شكرا جزيلا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا لك.